الانتقال للطاقة المتجددة كان من أحد المشاريع بمجال المسؤولية المجتمعية بشركتنا شركة جميل إخوان، يلي بتعتبر الموارد الطبيعية ثروة لازم نحافظ عليها ونستثمر فيها. كانت فرصة كبيرة لإلنا ومنشكرهم عليها التعاون يلي صار مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل مشترك بين الاتحاد الأوروبي وشركتنا. تحول مشروع الطاقة البديلة لحقيقة سنة 2016. المشروع بأمن 300 كيلووات بيك من الطاقة على مسافة 2400 متر مربع، وقدر يوفر 300 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالسنة. كان هيدا المشروع برهان على إنه الصلابة والإصرار والرؤية نحو المستقبل كانت ورح تبقى أحد أهم خيارات الصناعة. ولنوصل لهدفنا بيبقى في فرصة ضايعة ما عم تسمح لنا نستفيد بشكل كامل ومحق من هيدي الطاقة. لهيك منطلب وبإلحاح تفعيل بأقرب وقت نظام العدادات الصافية المعروفة بالنت ميترينج، يلي بيحسب وبيحسم من فاتورة الكهرباء قيمة الطاقة المنتجة الزايدة عن حاجتنا والمحولة على شبكة كهرباء لبنان. من هون ومن بكفية ومن جميل الإخوان منشجع زملائنا الصناعيين وغير الصناعيين تستثمر بالطاقة البديلة رغم الظروف الصعبة يلي عم نمرق فيها، لأنه أملنا ببكرة كبير وأملنا بالصناعة وبلبنان أكبر بكتير.